خلونا نتابع آخر أخبار الخدمية في المحافظات، وحيث أعلنت محافظ الوادي الجديد انطلاق الحملة التنموية الشاملة إيد واحدة بالمحافظة تحت مظلة التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي. وفي البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 26 رحلة طيران دولية بتقل على متنها ما يقرب من 15,000 سائح. في قنا تم إنهاء 37 كيلو متر من ازدواج الطريق الصحراوي الغربي و95% من كوبري فرشوط العلوي. وفي كفر الشيخ تم فصل الكهرباء عند 10 مناطق في بيلة. تفاصيل وأخبار أكثر في إجل المحافظات نعرفها في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. أعلنت محافظة الوادي الجديد انطلاق الحملة التنموية الشاملة إيد واحدة بالمحافظة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً، وضمن جهود المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية، واللي بتستهدف توزيع 1700 كرتونة مواد غذائية للأسر المستحقة والأكثر احتياجاً بالمراكز الخمسة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 26 رحلة طيران دولية بتقل على متنها ما يقرب من 15,000 سائح من بين 157 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، مع تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين وتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم. أكدت محافظة قنا أن مشروع ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوي الغربي بيجري تنفيذه بطول 50 كيلو متر وبيضم 3 حارات مرورية في كل اتجاه، وتم الانتهاء من تنفيذ مسافة 37 كيلو متر، وجاري العمل بمناطق تداخلات الطريق الإنشائي مع الطريق القائم. كما تم الانتهاء من تنفيذ 95% من أعمال مشروع إنشاء الكوبري العلوي أعلى مزلقان سكة حديد فرشوط بطول 500 متر طولي. في كفر الشيخ أعلنت هندسة كهرباء بيلا فصل التغذية الكهربائية عن لوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة اليوم الأربع اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً لأعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة. والمناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي مركز الشرطة، محكمة بيلا، النيابة الإدارية، المخبز الآلي، الزراعة، حي السلام، ريف قرية إبشان وتوابعه، ريف قرية العالمية وتوابعه، ريف قرية أبو بدوي وتوابعه، وريف قرية الحوى وتوابعه. بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد للعام المالي 2024-2025 بمحطات مياه شرب سطحية ونقالي بمركز طما والمراغة وسقلتا بقيمة 22.500 مليون جنيه. وبتستهدف الأعمال لارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين. أعلنت محافظة المنيا نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 570 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومباني مخالفة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24 لإزالة التعديات. وبتتواصل الحملات في جميع مراكز المحافظة طوال المرحلة الأولى من الموجة 24 والمستمرة حتى 1 نوفمبر المقبل، على أن تستكمل المراحل التالية من الموجة حتى نهاية العام في 31 ديسمبر المقبل. أعلن فرع تعليم الكبار بالمنوفية إن عدد المتقدمين لامتحانات محو الأمية دور أكتوبر 2024 بلغ 27,000 مواطن، وحيث إن هناك لجنة تقييم الأداء من ديوان عام الهيئة لمتابعة أعمال امتحانات دورة أكتوبر 2024 بجميع المراكز الإدارية، خاصة إن محافظة المنوفية أحد أكثر المحافظات اللي بتحقق أعداد كبيرة في تعليم الكبار وذوي الهمم.